مرحبا، اليوم ان شاء الله رح اعمل تبولة لبنانية. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. كأعمل تبولة بحتاج لبقدونس، نعناع اخضر، بصل اخضر، بندورة حمراء، برغل ناعم اسمر وحامض. وللتزيين رح استعمل ملفوف وحبوب الرمان. نظفت البقدونس ورتبته، نقعته بمي وملح خشن 5 دقايق، ورجعت غسلته منيح وحطيته بمصفية تيصفي كل المي منه. بهالوقت رح اغسل الخضرة الباقية اللي عندي. إذا ما عندكم بصل أخضر استعملوا بصل أبيض. بلشت بفرم البصل الأخضر، كرشي رح افرمه ناعم. هيك لازم نعمل التبولة. البندورة قطعتها مكعبات صغيرة، ورح خلي قشرة البندورة بقشرها بهالطريقة وبلفها هيك. بصير عندي شكل ورد. كمان بدي أعمل ديزاين بالحامض. قصيتهم على شكل دواير، والنعناع فرمته فرمت البقدونس ناعم فرمة وحدة، يعني حاولوا من أول فرمة تكون ناعمة. رح حط هلأ عصير الحامض. إذا حابين تتركوه بالبراد تركوا الحامض وزيت الزيتون والملح قبل التقديم بتزيدوهم، ورشة قرفة ورشة سماق. وعند البرغل الأسمر الناعم غسلته بمي شرب وصفيته وحطه على التبولة. حطيت لها كمية كافية من زيت الزيتون ورح أخلطها منيح. كله على الأصول. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركون؟ خبروني بالكومنتس تحت.